السنوات الماضية كنت أدرس فقط يعني بالشمعة، وفي السنة الماضية قدموا لنا الطاقة الشمسية فخففت علينا العبء قليلا. في هذه المنطقة نعيش في الخياب وبعيدين عن المدينة ونعاني من الظروف المناخية الصعبة. في فصل الشتاء كنت راجع دروسي في هذا البيت هذا في هذه الخيمة، وكنت نستعمل أحيانا الحطب لأجل التدفئة. يوميا نقطع 48 كيلومتر ذهابا وإيابا، ظروف تستحق التحدي والكفاح. وفقنا الله عز وجل من أجل تحدي هذه الظروف ولا النجاح والحصول على هذا المعدل. بالنسبة للتخصص الذي أرغب دراسته فهو يندرج ضمن ميدان الإعلام الآلي أو ميدان علوم التكنولوجيا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني في مسيرتي الجامعية لكي أساهم وأساعد الوالدين وكل الأقارب من أجل تخطي هذه الظروف. كنت متمني، عندي أمل إن شاء الله الحق والحق الحمد لله، واشتهي طفل مجتهد ورب العالمين، وخرج مصلي ذاك على الشمعة وعلى اللامبة هذه جات من بعد عام، ويصلي صلاته ويتابع دروسه والحمد لله يا رب. الحمد لله، احنا رانا فرحانين بولدنا من جاب هذا المعدل المليح، واحنا رانا في واحد المنطقة معزولة، لا ضوء، هذا الطقس الشمسي عطاوها لنا راها في عام، وهذا الولد ها وين كان الدروس نتاعه يديرها قاع للشمعة، وهذا الخيمة راكم تشوفوا فيها العزاج. هذه البيت نتاعته الخيمة هذه هي العزاج، الرمال بلاد بعيدة على الفيلاج. نعم، الظروف ليست حاجز لبلوغ النجاح، أو فهي في الطالب الذي يضع نصب عينيه النجاح يمكنه تحدي هذه الظروف بتوفيق الله عز وجل والدعاء كذلك.